السلام حبايبي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا بألف خير ان شاء الله وبصحه جيده يا ربي على طول. اليوم واجد لكم واحد تشيز كيك اللي كيسميوه هنا في بريطانيا هوني تشيز كيك، اللي هي زوينه بزاف. تشيز كيك ديال العسل اللي غتنال الاعجاب ديالكم بزاف ان شاء الله. غادي نقول لكم التفاصيل ديالها كلها، خليكم معنا في هذا الفيديو. اذا هنا البنات، اول حاجه كنديروها هو كيف ما كتشوفوا كناخذوا البسكيت، اي نوع من البسكيت لا يهم، غير على حسب الذوق ديالكم. كطحنوه في عندكم حاره كهربائيه بحال هذه، ولا تقدروا ديروها بطريقه اخرى. انا درتهم بجوج باش تشوفوهم بجوج وتختاروا نتوما اللي بغيتوا. بالنسبه ليا تلاقيت هذه الطريقه هذه احسن، لان كتكون الكونتيتي كثيره عندي انا، هذيك صغيره المهم كتاخذ لي الوقت بزاف. هذه كتقدروا تاخذوا كونتيتي كثيره وديروها بشي دلاك او لاي حاجه كما شفتوا في لا فيديو، وطحنوها مزيان مزيان، ما تبقاش فيها بدوك لي بيس الكبار. المهم هاد الطريقه هذه حتى تكملوا البسكيت ديالكم كامل. هنا كنجيبوا واحد الاناء وكنديروا فيه الماء طايب ما سخون، وكنديروا جوج معالق حتى ثلاثه ديال الزبده، ماشي مشكل يكونوا معالق كبار. كنديروا على شكل الباماري، على شكل حمام ماريا كما كيقولوا، على عين كنخليوه حتى يذوب واحد شويه، من بعد كندعسوه بحال كما كتشوفوا ونحركوها مزيان تتعطينا بحال الكريمه. علاش ما درناهش في الكوكر او في الميكرون؟ لان من بعد كيبقى فيه بحال الماء. بهذه الطريقه هذه كيجي مزيان وزوين، وانتم تقدروا ديروا كما بغيتوا. كنميكسيوه نخلطوه مع البسكيت ديالنا اللي كنا وجدناه قبل، حتى كنوجدو من حتى كيوجد مزيان. وممكن تضيفوا شويه ديال العسل، غير انا فضلت ما نضيف حتى حاجه غير الزبده بوحدها. كاين اللي بغى يدير شويه القرفه على حسب الاختيار. انا في هذا التشيز كيك اعتمدت انني ندير عادي جدا، يعني نديرو غير مع الزبده وصافو. خلطو مزيان مزيان حتى ولا كما كتشوفوا بحال هكا شاد في راسو، ومن بعد جبت الطاوات. بالنسبه لهنايا المول، الا بغيتو ديروا مول كبير يكون بحال هذا الشكل هذا، غير يكون كبير، او لا ديروا هاد المولات الصغار باش ديروا تشيز كيك على يكونوا صغيورين. انا فضلت ندير هادو باش ندير طريقه اخرى، وانتم غادي تشوفوهم معايا. من بعد فاش درت البسكيت ديالي في هاد المولات الصغار، دعستهم مزيان حتى كيشدوا في ريوسهم كما غادي تشوفوا هنايا. كانت عندي الفوق، المهم هاد المولات نورمالمون كيجي معاهم واحد الحاجه من الفوق الحديده، كتنزلي بهم كتضغطي بهم. غير انا في داك الوقت كنت زربانه وما لقيتهاش، ما عرفتش حطيتها على اي. هنايا دعستهم بالمعلقه وحتى شدو مزيان في ريوسهم كما كتشوفوا، ودخلتهم للثلاجه. ضروري الثلاجه باش ديك الزبده تعاود اللي ذوبنا بالحمام الباماري تشد في راسها مزيان مع البسكيت، وكتشد لينا كتولي البسكيت كتقصح واحد شويه وكيولي واحد الكريم كيولي كيشد في راسو. ومن بعد كنمشيو نوجدوا الطبقه الثانيه، وخليكم معايا. هنا كنوجدوا الجيلاتين ديالنا. بالنسبه للبنات اللي في بريطانيا غتلقاوه في ازدا او تيسكو، فيه الفيجيتاريان، او لا تقدروا تاخذوا الحلال في المحلات ديال باكستان والعرب الى اخره. على اي، كناخذوا خنيشه صغيره كنضيفوا عليها قياس ديال الماء اللي شفتوه، المهم تقريبا 3 4 معالق، كنخلطوه مزيان وكنخليوه يرتاح بين ما نوجدوا الكريمه ديالنا. اذا البنات، هنايا الطبقه الاولى عندنا هي تشيز. تقدروا تستعملوا المكعبات او لاكيري او الفرماج بحال هذا اللي كتشوفوا، اللي كان عندكم على حسب الذوق. هذا خديته من ازدا بالنسبه للبنات اللي هنايا. فغادي نخلطوه مزيان مزيان حتى يولي بحال الكريمه، يعني ما غاديش ياخذ منا مده طويله كما كتشوفوا. وغادي نضيف عليه تقريبا 3 المعالق ديال اليوغورت طبيعي الناتوريل. الا كان بلا سكر راه مزيان، سينو ديروا ديال البنان او الفاني على حسب الذوق.
ومن بعد غنخلطوه مزيان، وغادي نضيفو عليه فاش غنخلطوه مزيان غنضيفو عليه العسل، واحد شويه ديال العسل، وهذه هي اهم حاجه، لان التشيز كيك ديالنا ديال العسل، هذا هو النوع ديال التشيز كيك اللي غادي نصايبوه اليوم ان شاء الله. من بعد غنخلطوها مزيان حتى نحسو بها باللي ولات كريمه، وعلى حسب الذوق اللي بغيتو تضيفوا عسل او القياس اللي بغيتو، هنا ماشي محدود، تقدروا ديروا اللي بغيتو، غير ما تكتروش بزاف باش ما تجيش الكريمه مايله. من بعد كنجيبوا جيلاتين اللي كنا صايبناه وخلينا تقريبا لمده 5 دقائق ارتاح لينا واحد شويه، كنخلطوه مزيان مع الكريمه، وكنحطوا هذه الكريمه في الجلب باش نصايبوا الطبقه الثانيه. هنايا جبنا اناء وغادي نطربوا الوايبين كريم. بالنسبه للبنات اللي ما لقاوش فريش وايبين كريم، تقدروا ديروا دبل كريم، سينو البنات اللي في المغرب تقدروا ديروا لا كريم شونتي، غطربوه غير شويه ماشي بزاف بحال غديروا شي تورته، وغادي نخلطوه مع الكريمه اللي وجدنا من قبل. هنايا غادي نحتاجوا غير النص ديالها، غنعتبروه طبقه اولى فوق البسكيت، والنص الثاني خليكم معايا حتى لاخر الفيديو تشوفوا شنو غنديروا به. بعد ما وجدنا الكريمه ديالنا، خرجنا المولات الصغيورين من الثلاجه، كيف ما كتشوفوا البسكيت ديالنا عقاد وشد فراسو، غنجيبوا الكريمه غادي نفرقوها بالتساوي على دوك المولات الصغار، وغادي نحاولوا اننا نقادوهم مزيان يجيو بالتساوي مع بعضياتهم، ونعاودوا نرجعوهم للثلاجه حتى نوجدوا الطبقه الثالثه. والنص اللي غادي يبقى لنا خليكم معايا باش تشوفوا كيفاش غادي نقادوهم. كيف ما كتشوفوا هنايا، بعد ما سالينا جاوا كلهم قادين في قياس واحد، ومن الجناب ما بقاش خاوي، باش فاش غادي نوجدوهم غادي تبان الطبقه الاولى والثانيه، ومن بعد غنديروا الثالثه ان شاء الله. داك الكريمه اللي بقات لينا اللي شفتو قبل، غادي نجيبوا برتقاله غادي نعصروها هنايا، تقدروا ديروا جوج، غير انا وحده جاتني كافيه. غادي نوجدوها هي باش غادي نصايبوا الطبقه الثالثه. هنا جبت كاسرول ودرت فيها العصير ديالي اللي وجدت، عصير برتقاله، او هنا الا بغيتو ديروا الحامض غير بالليمون، عجبني انا بالبرتقال، فاختياري الذوق على حسب الذوق. هنا جبت الجيلاتين وجدته بنفس الطريقه اللي درنا في الكريمه الاولى، خنيشه ديال الجيلاتين بشويه ديال الماء، خلطتهم مزيان وخليتهم 5 دقائق تقريبا حتى 10 دقائق يندوجوا مع بعضياتهم ماشي مشكل. وهنا خلطتهم مزيان مزيان، من بعد ديتهم ودرتهم في العافيه مهيله على نار هادئه، وكتخلطوا مزيان. من بعد ضفت الملون، الملون هنا ما نسيت ما صورته، على عين في المغرب تقدروا ديروا الزا ديال الزا، اولا الملون ديال الملون الغذائي، حتى كتولي الكريمه بحال هذا الشكل هذا. انا هذا القياس هذا جاني كافي، تقدروا تكثروها البنات، تقدروا ديروا جوج ليمونات ثلاثه على حسب العصير شحال خرج لكم. هنا خرجتهم من الثلاجه تقريبا شي 5 حتى 10 دقائق، وحتى داك البرتقال الكريمه الطبقه الثالثه راه خليتها حتى بردات، الا رديتو لبرا حيتها من الكاسرول ديالها وخليتها حتى بردات. من بعد غادي نخويهم بالتساوي، وهنا غادي نردوا البال باش نقدوهم مزيان مزيان، لان هذه هي الطبقه الثالثه. هنا بعد ما درنا الطبقه ديالنا كلها بالتساوي، كنجيبوا هذا البابي هذا اللي فيه الفقاعات، راه كتعرفوه كاملين، تقدروا تشريو اولا تقدروا تكونوا ديجا عندكم في الدار، على اي كنقطعوا على شكل دويرات اللي هما على قياس دوك المولات الصغار، او ليلى كنتو درتو واحد المول كبير تقدروا تقطعوه على داك القياس ديال داك المول، تقدروا توجدوه قبل ما تخدموا به.
كنحطوه فوق الكريمه بشويه علينا حتى ندخلوه نكون متاكدين انه داخل مزيان في الكريمه باش يخلي لنا من بعد ما ندخلوه المجمد فاش غنحيدوه يخلي لنا لاطراس بحال الشهده ديال العسل. فهنايا هذه هي الخدمه الضروريه، نكليكيو عليه مزيان كيف ما كتشوفوا، تاكدوا ان الكريمه كلها داخله في جميع الفقاعات اللي فيه، ومن بعد ندخلوها للفريزر المجمد. تقريبا من الافضل تخليوه لمده 3 السوايع فما فوق، يعني ماشي مشكل باش يشد مزيان. انا هنا كنت خليته غير شي ساعه ومن بعد خرجتهم كيف ما كتشوفوا، شويه عليكم بشويه عليكم حتى تخرجوهم ونحيدوا ديك البلاستيكه كيف ما كتشوفوا من الفوق. وهنايا كتكون المهمه صعيبه شويه لان تقدر تهرس لكم البسكيت اللي من تحت، فهنا كتخرج كتولي بهذه الطريقه هذه كتجي زوينه بزاف تبقى الاولى والثانيه والثالثه. هنايا كيف ما كتشوفوا فاش كنحيدوا هادو كيكونوا عندنا فقاعات اللي كيعطيونا على شكل ديال الشهده ديال العسل، فغادي تشوفوا علاش كنقولوا لها التهاني تشيز كيك. غادي نديروا لها العسل من الفوق ان شاء الله، وخليكم معايا حتى لاخر الفيديو. اذا هذه هي الهاني تشيز كيك ديالنا، تشيز كيك بالعسل ديالنا. كنتمنى تنال الاعجاب ديالكم، ولا عجبتكم ما تبخلوش عليا بلايك سبسكرايب وتفعيل الجرس الا كنتو اول مره تشتركوا معايا في القناه او لا تشوفوا القناه ديالي. فكنتمنى تنال الاعجاب ديالكم، وشكرا لكم على التشجيعات ديالكم، وشهية طيبه والسلام عليكم.